الاسم جمال علي عبد السلام كريم، احد فلاحين منطقة وادي الحي. لدي اصابات عناكب في مزرعتي من 2017، وحاولنا نكافحوا هذه الآفة اللي هي آفة العنكبوت، فجبنا بعض الأدوية ورشينا بها من المحلات الزراعية، ولكن للأسف لم تعطي أي نتيجة، نظرا أنها المبيدات غير صحيحة ومادة الفعالة غير صحيحة في المبيدات. بالنسبة لعدد الأشجار اللي عندي هنا في هذه المزرعة 1400 كرمة تين، وعندي 1200 شجرة رمان، وعندي زيتون حوالي 200 و300 شجرة زيتون، وحوالي 150 شجرة نخيل، وكلها أصيبت بأمانة بنفس المرض، وما فيش أي إنتاج، ما فيش أي إنتاج بأمانة، كلها مصاب وكلها غير صالح للاستهلاك البشري. وهذه إصابة بصراحة كبيرة جدا علينا، وإحنا فلاحين ما عندناش قوت إلا ما ندخل إلا إنتاج المزرعة، فلينا احنا من 2017 لم ندخلوا اي انتاج بامانه، يعني كل المحاصيل اصيبت وصابنا فشل واحباط. ونتمنى من الدوله الليبيه ووزاره الزراعه ان تدعم الفلاح الليبي لكي يوفر انتاج لبلادنا ولاهلنا، لكي نرفع مستوى اقتصادنا شيئا ما.